السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا معكم رغد مأمون في الحلقة 15 من بودكاست أنا سوريا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن علاقة حافظ الأسد بالكرد الذين نالوا نصيبهم من قمع النظام كسائر السوريين. أما اليوم فسنتحدث عن علاقة حافظ الأسد بتركيا وكيف استغل قضية الكرد لغاياته الانتقامية. حين نالت سوريا استقلالها في العام 1946 لم تكن علاقة تركيا مع سوريا في حالة طبيعية وصولاً إلى نهاية القرن العشرين، بل سادت حالة من العداء والتأزم مجمل هذه الفترة، وذلك على خلفية أسباب عديدة، منها ضم تركيا لأراضي واسعة من سوريا أهمها كان لواء اسكندرون عام 1938، وتم ذلك بمؤازرة الانتداب الفرنسي. ومن أسباب تأزم العلاقات أيضاً اختلاف الخيارات والتحالفات الاستراتيجية لكلا البلدين، حيث اختارت تركيا السياسات والتوجهات الأطلسية الغرب رأسمالية، في حين انحازت أغلب الحكومات السورية إلى التوجهات اليسارية والاشتراكية. أما السؤال الآن، كيف كانت علاقة سوريا بتركيا في عهد حافظ الأسد؟ دخلت العلاقات التركية السورية حتى نهاية التسعينات مرحلة جديدة من التوتر، كان من أبرز نقاطها أولاً قضية الماء، حيث قامت تركيا بإنشاء سلسلة من السدود الكبرى على نهر الفرات، فحجزت القسم الأعظم من مياهه وحجزت مياه نهر الخابور بأكملها حتى جف وتوقف جريانه في الأراضي السورية. ثانياً قضية الكرد، حيث استغل حافظ الأسد القضية الكردية لمحاربة تركيا. وعلى النقيض من سياسته اتجاه الكرد في سوريا التي كان يحرص من خلالها على محاربة الحركة القومية الكردية وإلغاء الهوية ومنع تجنيس عشرات آلاف الكرد وزج بقياداتهم في السجن، كان في الوقت نفسه يمنح تسهيلات ومساعدات كبيرة لنوعين من الأحزاب الكردية. أولاً الأحزاب الكردية العراقية العلمانية والإسلامية، وذلك لكونها ضد نظام صدام حسين المناهض لحافظ الأسد، حيث سمح لتلك الأحزاب بالتدريب في معسكرات الجيش السوري وسهل لهم مرور السلاح ومنح بعض قياداتهم حق الإقامة في دمشق والقامشلي. ثانياً حزب العمال الكردستاني، حيث احتضن الأسد زعيمه عبدالله أوجلان منذ عام 1980 وقدم له كل الإمكانيات التي تدخل جارته اللدود تركيا في حرب استنزاف. وبهكذا ظهر حافظ الأسد كمدافع عن حقوق الكرد في كل من تركيا والعراق، فيما كان هدفه الحقيقي هو إضعاف الدول المجاورة وتشجيع كرد تركيا والعراق للتحدث إلى كرد سوريا وأقناعهم بالعدول عن أي طموحات سياسية في سوريا. صادفت هذه الاستراتيجية بعض النجاح في الضغط على أكراد سوريا للصبر على نظام حافظ بشأن مطالبهم في الثمانينات والتسعينات لضمان استمرار دعم سوريا لجماعة الكرد في العراق وتركيا. ولكن كيف كانت ردة فعل تركيا على دعم حافظ الأسد لحزب العمال الكردستاني؟ في عام 1996 في عهد الرئيس التركي سليمان ديمرل ورئيس الوزراء مسعود يلماز، أرسلت تركيا تحذيرات للنظام السوري بضرورة التوقف المباشر عن دعم حزب العمال الكردستاني، وإلا ستضطر تركيا اتخاذ ما يلزم
لحفظ أمنها القومي. ليصل الأمر في تشرين الأول عام 1998 إلى قيام تركيا بحشد الجيش على الحدود السورية، مهددة اجتياح الحدود في حال استمرار النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني. فما كان من حافظ الأسد إلا أن قام بنقل قوات النخبة عنده إلى جبهة الجولان، فيما بدأ وكأنه تهديد بإشعال الحرب مع إسرائيل في حال هجوم تركيا من الشمال. تدخلت جامعة الدول العربية ومصر وإيران لوقف التوتر الحاصل والتوصل لحل سياسي يقتضي بحل الأزمة بين البلدين، ونتج عنها اتفاقية أضنة التي وقعت بين سوريا وتركيا في مدينة أضنة التركية في 20 تشرين الأول 1998. فعلى ماذا نصت اتفاقية أضنة؟ أولاً، خروج عبد الله أوجلان من سوريا، وثانياً، اعتبار حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية ووقف جميع أنشطتهم داخل سوريا، ثالثاً، اعتقال أعضاء حزب العمال الكردستاني وإحالتهم إلى المحكمة وإعداد اللوائح المتعلقة بأسمائهم وتقديمها إلى تركيا. كما جاء أيضاً في ملحق الاتفاق اعتبار الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية، وأن أي منهما ليس له أي مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر، إشارة إلى لواء إسكندرون الذي ضمته تركيا لأراضيها في الثلاثينات. كما جاء أيضاً أن أي إخفاق في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية من الجانب السوري يعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومتر. وهكذا انتهى النزاع رسمياً بين تركيا وسوريا، وبدأ عهد جديد من التفاهم والتنسيق الأمني والسياسي والاقتصادي، حيث جرى توقيع عدة اتفاقيات في مختلف المجالات. وبهكذا نكون قد استعرضنا في حلقة اليوم علاقة حافظ الأسد بتركيا، وكيف استغل القضية الكردية في تحسين علاقته معها. أشكركم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله.